اهلا وسهلا لفامي كده سلام عليكم كنتم تكونوا مزيان وصحه مزيانه اللي كنتي اول مره كتشوف لاشين ديال الي فاميلي فمالي كده تهبط الضغط على زر الابوني وما تنساش تفعل الجرس اوكي دارك دير معاك واحد كومونتير زوين باش لا فيديو اللي جاي نطلعوا بزاف ديال الكومونديرات كيف ما كتشوفوا هنايا المهم اخوتي بزاف منكم اللي جابوا ستوريات ديال الانستغرام فين مشيتي فين مشيتي واليوم غنقول لكم فين مشيت وحالبه اليوم حتى نخرجها من واحد الزوج اخوتي كنت متحلبه عليهم من شحال هذا يلا اخوتي ليتس كاو نقول لكم شكون اللي معايا اول واحد معايا اللي هو اشكا ومن بعد ملي كيجي اشكا كيجي معاه مكة اليوم حالبه حتى نخرجها منكم ديال بصح ودي عراضه هذه عندك في القناه كيفاش عراضه انتم عرفتوا عليا ولكن خرجها منكم عادي والله انت دابا اللي عرفتي علينا وما تخرجها منك هذا هو البلان دابا شنو البلان احنا راه كنمشيو باك كامل ولكن باك كامل دابا المساله ما فيها هي اشكا يطا غتعطيكم واحد الاسئله اللي عليا انا مرتي غتعطيك اي راه تصاحب لنا يا شحال هذه ما فرطتكش وفي نفس الوقت غادي تجاوبوني نتوما واش يعني غتجاوبوا فهمتوا وانا الدور ديالي نقول لكم اه ولا لا فهمتوا ما غتعطيني الاسئله وغتشوف شكون اللي كيعرفنا فيها اكثر من يعرفوني اكثر واللي ما جاوبش صحيح هي كل حريره الحار لا شو الحار اخويا انا ما كنحملوش المهم اخوتي تيليسانجي هالجرس هو اللي وراك الاول اخوتي والفار كاين صافي اللي وراك الاول ربع ويجاوب ويجاوب وجابين ونساليك ربع صافي دابا خلينا نعطيكم اول سؤال بدا اليوم بالصعيب ولا بالسهل؟ علي بالي واخا بغيتكم تعطوني التاريخ ديال اللي زدي هذا النهار واليوم وكلشي والسنه والشهر انا اليوم حتى لو شوفي 1998 لا اسكت زيد 98 لا خديجة 2001 عايشة معايا النهار تزاديت واخا برافو سؤال ثاني اللي هو شنو الأكلة المفضلة ديال إلهام واتك الصفر ديما هو الاول سير اخويا الاكله المفضله ديال الهام هي شوفي الاكله المفضله ديال الهام هي الرفيزه زينه عندك وقيلا حتى انا كنقول رفيزه ولكن السفه لا ناتي نجاوب دابا عاوتاني انا ولا تبقى انت شوف 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 احسن اكله عند الرز الهام هي سبين لا لا ماشي سبين ديال الحر لا لا شنو الجواب؟ سميتو اش كيقولوا ليه؟ ضروري هادي ماشي سفه هو ذاك اش كيقولوا ليه؟ مارو ماشي مارو ذاك الاحمر ذاك الرز الاحمر بالحوت بالحوت لا لا انا نقول لك الاكله المفضله هي الحوت الحوت ما عرفتش الحوت هي الاكله المفضله بلاتي الاكله المفضله عندك شويه الامارات دبي لا واش جبت الامارات اخويا لا ما عرفتش معنا يا يلا جاوب جاوب الوقت لانك عندي بزاف دماغي هما بعدا شناوة لا لا ماشي شناوة شو شو عطيك كوريا الجنوبية ميريكان ميريكان كتبان لي هي واليابان والله ميريكان
عندي عيني اليمن واه تحتاج واحد البوست عندي عندي عيني اليمن صافي جيت مزيان صافي مزيان دابا السؤال الرابع اللي هو شنو هو المغني المفضل ديالها سير اخويا وقتيني سير قد دوز ديما انت الاول وقتيني خلي لا انت تنطنطي راه المغني المفضل عندها اللي هو ياك ياك بعدا واش انا سبقتي هي كنشوفها كتسمع غير القران وداك الشيء كلنا بزاف وعطيني اسمي المغني المغني اه ما جاب شو بلاتي 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 يا محمد الوقت الوقت خلاص تعطيني حسبوني ودابا شوف دابا انا ما جاوبتي جوج واسو جوج واسو كي شوف شوف الله يرزقك ماضي جبت واحد نهيدا دا يا خويا كي الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا من زوج لواحد سؤال خامس اللي هو شنو السيارة اللي بغات الإلهام يكون عندها من المستقبل سير أخويا سير مرسيدس AMG شنو بغيتي أنت؟ بغيت هاد عصية لا لا ظروفها مشيتو بعيد جيب بيجو لا 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 لجيب بلاتي جيب لا زيد سميتو هذا ما كنعرفش كليو عرفت 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 دوسون سان دوسون سان لا شحال سؤال جاوب زوج 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 بس سؤال سادس اللي هو شنو هو المشروب الغازي اللي كتفضل الهام سير اخويا فانتا فاميلي فانتا فاميلي زيد انت هي اللي كتبغي هو هو انا تذكر كنحبها هذا ماشي فانتا ماشي فانتا على بالي انايا يا كوكا يا وحدة سبرايت لا شوف سطر فاطمة ديال الصوت خوتي بحال غياكلوا واه تلقي لنا السؤال السابع اللي هو شنو اللون المفضل ديال الالهام عاد كيتصور وما عارف شنو سميت سمو 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 تعادل ناضي اعطيني السؤال الثاني اعطيكم واحد السؤال اللي هربان ديال بصح سؤال رقم 8 اللي هو شنو كتكتب الهام في ستوري بزاف تاع واتساب ولا انستغرام انستغرام وانا خايف وطي شنو هو كتكتب دايم الله دايم الله لا 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 كتكتب ستوري واتساب بزاف حسب الله ونعم الوكيل دايم الله انستغرام دابا غنقسم عليكم بجوج ناضي هذا باربعه ربعه 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 ماضي دابا سؤال موالي سؤال رقم 9 اللي هو واحد السؤال كيضحك شحال كتلبس في رجليها ركز وقني ما تشوفش فيها لا 39 لا ما 38 تشكون يا صراحه الله 38 ما بين 8 ونص 9 يعني 8 ونص هي اللي قبل لا دابا ملي كتكون مغربية صغيرة كتكون 38 ونص وملي كتكون مغربية نحسبو لهم النقط بجوج بلاتي 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 عطينا الصندالة اللي لابسين نشوف شحال فيها اللي كان فيها راه قبل يلاه سير فيها 40 41 واللي قريب 40 شكون اللي كنت معانا انا اللي قلت 40 ها قلتيها هي شو 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 هادي نحسبوها حتى واحد حتى واحد صافي سير سؤال رقم 10 لي هو شحال دابا باش دارت الهام الحجاب دابا سير اخويا سير شو 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 بنتي لا كان عقلي الفعلي سير عقل وهادي خالتي ولا عقل بحال هو مراه عقل عليها وكدزي لا ولكن الحجاب الحجاب عطاك شحال سير مده دابا ديال 8 شهور 8 شهور 8 شهور لا 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 لا
نفسك راه الحجاب كديرو دابا شي تكون طالعه في شي 5 سنين لا انا نقول لك شي عامين عرفتي علاش حيت انا ملي تزوجت بحال راه انا كملت انا وياك عام ولا ما فهمتوهاش زعما الحجاب الحجاب الاسلامي صوت تقريبا انا لا 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 ما غادي تكون شي غادي تكون شي 3 شهور شي شهرين بحال شهرين 3 شهور انا الاول قلت 5 وبعد قلت 5 وبعد قلت شهرين قالت لي 5 سنين فهمت خلي الزيت حتى انا فهمت دوز على العاود ولا فهمتي ملي قلت 5 شهور 5 شهور شوفي عرفت هذيك شكون القريب الى شكون القريب فاش نواد انا اللي ربحت 4 3 فاش نواد ما نوادش الاعمال وبالنيه لانها باغا تلبسو وبقات كتشاوى كتقول وسط لا راه النيه شحال هادي شحال هادي يدنا لا الا قريب لا انا قالت لي شحال هادي راه حنا باغي نصر 4 3 وليني 4 3 4 3 وراه السؤال خلاص دابا سؤال رقم 12 واخا سؤال رقم 11 اللي هو اش من مدينه مفضله ديال ايلي فاميلي مدينه في المغرب اسمع ها اسمع لاي كازا بلانكا كازا بلانكا كنقول لك الناديه انتيا ديش كتقولي باش عليها ديش كتقولي باش تو على ميم قال لي ميم لا لا انت طوال وقت انت طوال مرات انت طوال لا واش ما بقى طنجه حبس عرفت حبس دماغك بكناس لا 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 شوف عندك داك الشيء قريب لتطوان اش شاول 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 تحية الناس اش شفتو ولا كي شفتو راه ماكش تهنا صورة شفت صغيرة زرقاء وراها ما بغيتيش نزيد من تما ما مشيتيش باقي ما شبعتكش هلا رقم 12 اللي هو شحال فيها من كيلو ديما كنسر بها انا غادي تكون فيها الى مطراسك راه كانت ثقيله شي يامات دابا ما طلقنا شوف غادي تكون شي 70 75 شوف نعطيها لك بالعبار سير ومن هنايا نتكاتبوا عليها قايد 68 لا يلاه شحال ورديتي 72 لا شحال راك 81 حاجه 78 78 بلاتي انا عطيت نقطه لراجلي لا لا قريب لا اخويا ما تكتبش 68 قريب 75 واش هادي 76 3 كيلو لكن معايا العبر وانا كنعبر خويا شوف ملي ما كناكلوش معاهم ما كنعبروش يعني من 75 ل 78 راه 3 يعني راه مزيان انا في تدقيق انا 78 انا قلت لك 75 انت قلتي 68 انت فين؟ جاوزكم غلط قلت 75 هو قال 75 ما قلتيش 75 75 اللي قلت والله الا قلتها دابا شنو؟ دابا خوتي السؤال الاخير يعني نربح ولا نربح انت ربحتي ولا نربح شنو؟ الا جبتي هذا السؤال صحيح غنعفيوك من الحار واه نجيبو صحيح وضرب التمام والخر ما يضربش الحار شوف نجيبو صحيح مشى الحار يلا سير غنجيب السؤال الاخر دابا عندكم 2-0 ما بقاوش النقط اصلا كيتحسبوا دابا السؤال الاخر هو الطول شحال فيها في الطول؟ ها هو اللي ضرب جاره سي محمد يلا مترو 68 وقفي لا لا ما كنتيش لي انا لا انا ماشي سوقك وقفي انت شحال فيك وقفي انت قصاد بغيتي نشوف انت شحال فيك قلتي حسن هبطي فيها مترو 70 لا مترو 70 لا مترو 71 مترو 70 ولدي 70 شحال فيك بينها شحال في مترو 70 انت اش قلتي مترو 68 دابا هي يلاه مره كتخرج مترو و 71 مره 70 اذا 72 برافو الحظ عفا منه لا شو انا عارفك خلي جاك سؤال فاصل بهذا ما يضرب الحار
اخر سؤال سؤال الا تمشي دابا شحال 6 ولا 5 ودابا انت راه انت رابح ولكن الا كان الا الحار يضرب الحار الجواب اللي يضرب فينا الحار الحراره يلاه سير اخر سؤال يلاه بس السؤال الاخير اخر الحاسم والفاصل والماصل اللي هو شنو الفاكهه المفضله عندها سيره النكبه إلهام أكثر حاجة كنشوفها كتهزها وكتاكل الفاكهة اللي كتعجبها هي الليمون. أش ليمون؟ ديري الباري الصراحة. ليمون. وكل حر. علاش بحر التعادل؟ لا لا قلنا دابا الحاسم. لا ولكن راه الحاسم هذا الحاسم هذا ماشي أنا. تعادل. تعادل. واش راسك غير بكسيرات باش فات لما راك تعرف الليمون علاش انت كتخبي ديما في الداري فاش كتخبي خاتم كدير الماء الليمون ليتشي الكبير ماشي ماندار هاي نفي نفي لون صافي صافي اخوتي تعادل صافي لا لا فين الفيديو انت منك ولا زيدي سؤال عرفت تضرب ونبقاو هنا تحت الدار ما غاسيش تضرب الحال والله تضرب يلا سير اخي اخر سؤال يضرب الحال دابا السؤال الاخر صح انا قلت السؤال الاخر دابا اخر مدينه اللي مشات ليها الى شنو هي انا لا لا وما لا اسك لا 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 شو صحيت راسك خوتي والله لا انا عرفتي انا راه مكليكي الفار الفار والله الا الفار الفار قول لي لا لا ما فهمتيش اخر جيت طفر لي كانت في كازا ومن بعد جات لمراكش وبعد شاد القرميل يلاه الوضع على السلامه لا 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 ماشي لوجيك هي قالت السفر ماشي بلاصه اللي جالسه فيها اخر دريتات منها اخر قرميل جات منها هي قرميل ولكن انت ما كنتيش ناويه تكون قرميل ماشي هي اللي كانت في بالك صراحه انا كنت قصدت ماشي مدينة ديالها كنت قصدت ولكن اخر السفر ديالها هذا هو الجواب اللي فهمت تحمقوني انا جاوبت عليك بالسؤال قلت لك اخر مدينة جات منها هو راه باينه قرميل اخر مدينة ماشي مدينتي ماشي مدينتها سافرت ليها حتى بس تيبا ما كيتسمعش كيبقى مره حتى كيقولوا هو المهم اخوتي الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا معكم واحد لايك سبسكرايب وتفعيل الجرس سبسكرايب تحت الحرب وكان حرام يا معتبه قال لها اسكتي قال لي اسكتي انا قلت لي اسكتي